طيب الاتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه الحقيقه كان بالتنسيق مع هيئه الامم المتحده ومندوبيها في القاهره منظم احتفاليه لليوم العالمي بالرياضه والرياضه من اجل السلام في حضور الوزير الدكتور اشرف صبحي، فاختار الحفل الكابتن محمود الخطيب لالقاء كلمه الرياضيين باعتباره قدوه للشباب واعتباره نموذج يتم تقديمه في هذه المناسبة إلى كل الشباب الرياضيين. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز، الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحسن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من ذوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة جميلة صادقة شاملة جامعة في مناسبة دولية، يعني هذا يسموه إيفنت أو حدث تحت إشراف الأمم المتحدة للمناسبة ذوي الهمم، لكن هو الرياضة بشكل عام اختيرة. أنا أتمتع بقى وأنا كراجل أهلاوي في المقام الأول، سعادتك وكلنا
ان اللي بيمثل الرياضه المصريه والعربيه يمكن اللي بيلقي كلمه الرياضيين فبيكمل كلمه الرياضيين والدوليه رئيس النادي الاهلي. ليه؟ لان ده اختيار له معنى ان هذا الرجل عندما يتحدث متسق مع ذاته، هو يمارس كل كلمه نطق بها في هذه الكلمه. هو لو اقول الرياضه طول عمرنا بنقول هنا حتى كلنا بنتكلم نفس اللغه، مفيش غرور عند الفوز، مفيش انكسار عند الهزيمه. هو قالها بطريقه حلوه قوي، الاصرار على النهوض. النهوض هو دي ملخص الرياضه. مهما اختلفت اللغات، تدويل الرساله والالسنه، يعني كلنا لازم ننهج هذا النهج. وبعدين ان يوجه رساله الى المجتمع وعلينا جميعا ان نحمل اعباء ومسؤوليه ازكاء هذه الروح كرساله رياضيه، والله العظيم هي جايه في وقتها.